بحفظ الله ورعايته عاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر إلى أرض الوطن مساء أمس بعد زيارة خاصة إلى المملكة المتحدة. حضر سموه خلالها الطابور الملكي لتخرج طلبة أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في العاصمة البريطانية لندن، حيث كان من بين الخريجين حفيدة سموه الشيخة عائشة بنت راشد الخليفة كأول بحرينية تتخرج من هذه الأكاديمية العسكرية العريقة. وكان الحفل أقيم تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث ملكة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا، كما التقى سموه بدولة السيدة تيريزا مي رئيسة وزراء المملكة المتحدة، حيث تم الاتفاق على مواصلة التعاون والتنسيق في مختلف المجالات وبخاصة ما يتعلق بالتصدي لأعمال الإرهاب التي تهدد المنطقة وأمنها واستقرارها. وكان في استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمطار نواب رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين بالمملكة. رافقت صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء السلامة في الحل والترحال.